صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم كل مشاهدي قناه الحياه في مصر والوطن العربي. النهارده دلوقتي معادنا مع برنامج العياده، وعيادتنا النهارده عياده السمنه والتغذيه العلاجيه. هنتكلم النهارده على موضوع مهم جدا جدا يهم قطاع كبير من السيدات اللي لسه قايمين من ولاده وفي مرحله الرضاعه الطبيعيه، وكتير بيبقوا عمالين يفكروا طب احنا هنعمل رجيم ولا ما نعملش، طيب احنا نقدر نعمل انهي نوع من انواع الرجيم، ما احنا عايزين نخس، طب الرجيم اللي هنعمله هيأثر على الرضاعه ولا لا. فموضوع حلقتنا النهارده التغذيه السليمه والرجيم المناسب لفتره الرضاعه الطبيعيه. اللي عنده اي استفسار يخص التغذيه او الرجيم في الموضوع بتاع حلقتنا او اي استفسار حوالين التغذيه والرجيم يتفضل يكلمنا على الارقام اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي. طيب جزئية الرضاعة الطبيعية مع الرجيم تلاقي معتقدات كتيرة جدا جدا، وناس كتيرة بتقول لا نعمل، لا ما تعمليش، لا لازم تخلي بالك من كذا. ونقدر نقول ان الغلطات مقسومة لجزئيتين او نوعين من الغلطات. النوعية الأولى اللي هي بتبقى الجيل الكبير شوية، الآباء أو الأمهات اللي ولادهم لسه أو بناتهم لسه قايمين من الولادة، يبقوا خايفين جدا جدا ويقول للأم الجديدة ده أنت بتاكلي ليكي ولابنك أو لبنتك، ده أنت بتاكلي النفرين، لازم تاكلي زيادة شوية، لازم مش عارف تشربي إيه، تشربي حلبة كتير وتشربي كذا وكذا وتاكلي كذا وكذا، وأنت لسه قايمة من الولادة ما ينفعش تعملي رجيم خالص. فتلاقي عاملين ضغوط عصبية شديدة جدا جدا على الأم، وتلاقي الأم أساسا بتفكر بطريقة مختلفة تماما. وده طبعا في جزء من الغلط. هم بيبقوا خايفين على البيبي الجديد وخايفين على الأم إن اللبن يقل، لكن بيبقى فيه شوية محاذير بنعملها عشان ما نقعش في الغلط ده. الجزء الثاني من الأخطاء اللي بتحصل أو اللي بيبقى الأم واقعة فيها، تلاقي الأم مستعجلة جدا جدا، يعني تلاقي الجدة أو الجد منعين الرجيم خالص، والأم نفسها عايزة تخس بسرعة، زي ما يكون الزيادة اللي حصلت فترة الحمل والولادة دي اللي هي فترة 9 شهور هنعالجها في أسبوع أو 2 أو شهر حتى أو 2. فالاستعجال غلط، وعدم علاج المشكلة اللي حصلت برضو غلط. إحنا بنقول إن الاعتدال دايما بنقول في علاج السمنة مفتاحنا هو الاعتدال والتنظيم الجيد. الاعتدال برضو في الرجيم في فترة ما بعد الولادة أو لسه مع الرضاعة أو الولادة الجديدة برضو بيكون مفتاح مهم جدا جدا هو الاعتدال، مع بنحط شوية محاذير أو شوية معايير مهمة جدا جدا. أول المعايير دي التقييم السليم نفسه للأم، يعني لازم كل أم غير التانية. في أم بعد الولادة حالتها الصحية كويسة جدا جدا وما عندهاش أي مشاكل من بعد الحمل أو من بعد الولادة، ما كانش عندها أساسا أي مشاكل طول فترة الحمل خالص، زي المشكلتين المشهورين جدا جدا ارتفاع سكر أثناء الحمل وارتفاع الضغط أثناء الحمل، اللي ممكن بعض الأمهات للأسف بيكمل معاهم السكر ما بعد الولادة لو ما كانش تعامل جيد في فترة الحمل والولادة أو طبيعة أجسامهم كده. ده نوع الرجيم بتاعهم بيبقى مختلف تماما عن اللي ولدت وما عندهاش أي مشكلة من دول. فلازم في الأول نفحص الأم جيدا، أو لازم نقيم الأم كويس جدا جدا، وهي تبقى نفسها قبل ما تروح حتى للدكتور بتاع التغذية عشان تحط نظام الأكل تبقى قادرة أو مش قادرة تقعد مع نفسها تقول طب أنا دلوقتي عندي زدت مثلا من بعد فترة الحمل 10 كيلو، طب أنا هقدر أنزلهم؟ طب أنا قادرة أدخل تجربة رجيم دلوقتي؟ طب دلوقتي الأم لسه في مسؤولية جديدة ومسؤولية بيبي، والمواعيد لسه ملخبطة، وطول النهار نايمة وطول الليل سهرانة، والعيل بيعيط، طب هل مع كل ده قادر اعمل رجيم ولا لا؟ دي نقطة مهمة جدا جدا عشان ما احطش ضغوط على نفسي او الام تحط ضغوط على نفسها، يبقى عندنا ضغط البيت وضغط الطفل الجديد وكمان ضغط الرجيم. دي جزئية. الجزئية الثانية التقييم السليم غير التقييم النفسي، التقييم للحالة نفسها. كتير تلاقي يقول لك يلا انا عايز رجيم بسرعة، يلا عايز اخس وخلاص. طب ما لازم الحالة تتقايم كويس، لازم اعرف نسبة المية قد ايه، زي اي حالة خالص، نسبة المية، نسبة الدهون، معدل الحرق، وهنا بقى غير معدل الحرق اقل من الطبيعي بقد ايه، الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية قد ايه. دي نقطة بتختلف شوية عن الرجيم الام او الرجيم اللي بترضع عن اي حد تاني بيعمل رجيم. احنا دايما بنقول الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية ونقلل عنه سنة عشان نبتدي نخس. ده في الناس اللي هي مش ام او مش بترضع، بنقلل عنه سنه. يعني لو الاحتياج اليومي طلع لنا في التقرير او في الريبورت بتاع تحليل مكونات الجسم 1500 كالوري كل يوم او 1700 كالوري، انا هبتدي اديها 1300 او 1400، في الام اللي بترضع بزود عنه بقى. يعني لو هي طلع لها الاحتياج 1500 سعر بزود
من 300 ل 400 سعر حراري زياده. ال 300 او ال 400 سعر دول هم اللي هيكونوا كافيين عشان تكوين اللبن. زمان كنا بندي 500 و 600، دلوقتي مع استمرار الدراسات الحديثه بندي من 300 ل 400 سعر حراري، والفرق من ال 300 لل 500 ده الجسم هيجبر ان ياخده من الدهون المتخزنه فيه، فابقى كونت لبن بصوره كويسه جدا جدا وفي نفس الوقت ما عملتش زياده في الوزن. هنطلع فاصل ونرجع نكمل على التغذيه السليمه والرجيم المناسب. طيب طيب لا مش فاصل، احنا معانا اتصال تليفوني. استاذ حسام اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. استاذ حسام دكتور، انا طولي 180 تمام، اتفضل حضرتك. وزني 133 و133 كيلو تمام. في حاجه تبقى اسرع طريقه تقريبا ان انا انزل بيها، او في ادويه معينه او في عمليات معينه؟ انت حاولت تخس قبل كده؟ اه حوالي 6 شهور 7 شهور، معدل حرقي قليل جدا. طب نزلت قد ايه في الست شهور او السبع شهور؟ نزلت حوالي 9 كيلو. طيب هل كنت عملت تحليل في البدايه عشان تعرف معدل حرقك اقل من الطبيعي بقد ايه؟ هو كنت رحت عملت له الميزان التحليلي، قال لي التلفات في الجسم حوالي 42. 42 كيلو ولا 42%؟ 42%. 42% تمام. ومعدل الحرق كان كام تفتكر كده؟ اقل من الطبيعي تقريبا ماينس كام؟ هو كان 2800 حاجه كده مش فاكر بالظبط. طيب مش فاكر كان ماينس كام. طيب انت 9 كيلو في السبع شهور ده يعتبر معدل قليل، خصوصا كمان في الرجاله. طب ما فكرتش تعمل تحليل هرمونات الغده الدرقيه او تحليل الهرمونات المسؤوله عن الحرق عندك؟ لا ما عملتش خالص. طيب حضرتك ممكن ترشح لي تحاليل معينه ممكن اعملها؟ طيب انت سن حضرتك قد ايه؟ انا 24. في اي حاجه مرضيه بتشتكي منها لا قدر الله؟ اهلا بيك يا فندم. طبعا استاذ حسام زي ما بنقول المعدل الامن للنزول في الشهر من 6 ل 8 كيلو، وممكن في السن الصغير يوصل ل 10 كيلو كمان. 9 كيلو في 6 شهور ده يعتبر معدل قليل شويه. نقدر نقول ان النزول البطيء ده ليه شويه اسباب. في الاول بنشك ان يكون في مشكله مرضيه في هرمون من الهرمونات اللي بتتعلق بالحرق، فاحنا بنعمل تحليل هرمونات كامله للغده الدرقيه، بنعمل تحليل هرمون انسولين صايم، بنعمل تحليل هرمون مقاومه انسولين وكورتيزول صباحا 9 صباحا و9 مساء عشان نطمن ان مفيش مشكله عضويه تكون مأثره على الحرق. طيب لو في مشكله بنروح لدكتور الغدد الصماء بيظبط لنا النسب الهرمونات دي حسب المشكله الموجوده اللي عندنا مع نظام الرجيم المناسب لحضرتك. ده لو في مشكله. طب لو مفيش مشكله بنفكر في اول حاجه في الرياضه، هل الرياضه اللي بتتعمل دي مناسبه مع الرجيم ولا لا؟ لان الناس بتبقى فاكره ان ما دام بعمل رجيم خلاص وما بتحركش ما عنديش مشكله. لا، ده احنا لازم نعمل رياضه يوميه وتكون رياضه تدريجيه. ده رقم واحد. رقم اثنين، احيانا بيبقى الجسم مش عايز يتعامل مع الدهون بصوره كافيه او بصوره مرضيه، فبنبتدي نستخدم وسائل مساعده زي الكروميوم، زي ماده الراسبري كيتون، زي ماده الهوديا، زي ماده الافريكا مانجو. في ادويه كثيره جدا، ولكن حسب الحاله نفسها وحسب زي ما قلت لك معدل الحرق اقل من الطبيعي بقد ايه، والادويه دي موجوده في الصيدليات بس لازم تستخدم تحت اشراف دكتور عشان يحدد لك الجرعه المناسبه ويحدد لك هتبتدي بايه وهتغير كل قد ايه. دي حاجه. الحاجه الاخيره اللي لازم برضو حضرتك تبقى عارفها، وناس كتيرة جدا بتقع في الغلطة دي، مواعيد النوم والصحيان. في ناس بتبقى مكتفية بالرجيم والرياضة تلاقي المواعيد اليوم كلها ملخبطة، بيفطر الساعة 4 5 العصر وبيتغدى الساعة 12 بالليل. ده بيفرق جدا جدا في معدل الحرق. وكنا عملنا حلقة سابقة على أسباب ثبات الوزن. أتمنى أن أنت تبتدي بالخطوات اللي احنا قلنا عليها دي وإن شاء الله توصل لوزن كويس. كنا بنقول في الرجيم اللي هو مناسب للرضاعة أو في فترة رضاعة طبيعية، وقلنا لازم التقييم الكويس عشان نحدد النظام الغذائي المناسب للحالة دي. دي حاجة. الحاجة التانية كمان ما نبقاش مستعجلين، لازم تبقى الأم نفسها عندها صبر وتبقى عارفة هي زادت
في فترة الحمل وما بعد الولادة أو فترة الحمل والولادة بس، ولا كانت بتشتكي من سمنة أساسا من قبل الحمل والولادة؟ لأنها تفرق في معدل النزول، وتفرق كمان في رد فعل الجسم. يعني لو واحدة أساسا كان عندها 20 كيلو من قبل الجواز أو من بعد الجواز ولسه ما كانش حصل حمل أو ولادة وزايد 20 كيلو وبعد الولادة بقوا 30، غير واحدة زادت 7 8 كيلو أو حتى 10 كيلو من بعد الولادة بس. تفرق في إيه؟ تفرق في معدلات النزول، وتفرق في رد فعل الجسم. لأن يعني زي ما كنا قلنا في حلقة قبل كده إن الدهون العشرية أو الدهون اللي بقالها كتير معانا الجسم ما بيسيبهاش بسهولة. عشان كده بنقول لو الواحد ابتدى يلاقي نفسه زاد 7 أو 8 كيلو ما يقولش دي أرقام بسيطة أنا مش ههتم بيها، لا، يحاول ينزلها. لأن 7 8 كيلو دول كل ما بيقعدوا في الجسم مدة بيبقى صعب بعد كده التخلص منهم. ده مش بس كده، ده النسبة دي بتقلل من معدل الحرق، فالدهون بتتكون أسرع مرة تانية، فتلاقي معدل الحرق أقل تاني والدهون تتكون أسرع مرة تالتة وهكذا، فتلاقي بنحط مشكلة على مشكلة. كل ما حلينا المشكلة كان بدري ده بيفرق جدا جدا بالنسبة للسيدات اللي هي في فترة ما بعد الحمل والولادة. كمان غير التقييم وعدم الاستعجال، لازم نبقى عارفين ان الرجيم ليه شوية حاجات زيادة شوية في فترة الحمل، في فترة آسف ما بعد الولادة او في فترة الرضاعة الطبيعية، بنركز شوية على السوائل. طبعا الماستر بالنسبة لنا أو اللي هو أحسن سوائل وما تأثرش في أي حاجة وتعتبر زيرو كالوري زي ما كلنا عارفين هي المية. المية لو قعدنا نتكلم على فوائدها هنكتب فيها كتب كتيرة جدا جدا. المية بتحسن من معدل الحرق وبترفع من معدل الحرق. المية بتخلي الجسم يمتص الفيتامينات الزائبة أو اللي بتدوب في المية. المية بتقلل الإحساس بالجوع، ودي مشكلة كتير بيقابلها الستات في فترة ما بعد الولادة أو فترة الرضاعة. تقول لك أنا بجوع كتير جدا، أنا ما كل مرة رضع الاقي نفسي جعانه ومش قادره، عايز اكل اي حاجه او بحس ان انا هبطانه. هو ممكن يكون في جوع فعلا بس مش جوع للاكل، هو عطش. لان زي ما كنا قلنا ان مراكز الجوع ومراكز العطش اللي موجوده في المخ قريبين جدا من بعض، فممكن يكون الجسم بيدي الارت للمخ ان هو ناقصه حاجه او عايز حاجه، ويكون الاحتياج ده مش احتياج لاكل، ممكن يكون الاحتياج ده احتياج لسوائل او احساس بالهبوط. فتلاقي الام ترجمت ده ان هي عايزه تاكل فتاكل، فتلاقي نفسها وزنها بيزيد رغم ان احتياجها الاساسي هو للسوائل او جسمها داخل في مرحله جفاف. فطبعا بالنسبه لنا الميه زي اي حد بيعمل رجيم من 8 ل 10 كوبايات كل يوم يفضل. كمان ممكن بنزود في نظام التغذية كوبايتين لبن كل يوم، ولازم يبقى منهم كوباية كاملة الدسم عشان يبقى اللبن مش بس كميته ما تقلش، لا كمان يبقى مغذي ومليان بالعناصر الغذائية. لأن دي غلطة بيقع فيها كتير من الأمهات، يقولك أنا خلاص مش مشكلة أنا اللبن نازل، تسأل الأم يعني نسبة اللبن كويسة، تقولك ده في لبن كويس جدا جدا والكمية كويسة، وتلاقي إن اللبن ده ما بيشبعش الطفل، أو اللبن ده كميته كويسة كسائل لكن مش مليان عناصر مغذية اللي هي مهمة جدا جدا عشان خاطر البيبي يتكون بصورة كويسة أو عشان مراحل النمو الطبيعية تتم بصورة كويسة. فاحنا مش عايزين سائل وخلاص، لا، ده احنا عايزين كمان سائل، وسائل يكون مغذي. كمان من ضمن الأكلات المهمة جدا جدا اللي بديها في فترة رجيم الرضاعة أو رجيم مع الرضاعة، الشوفان باللبن الرايب. الشوفان باللبن الرايب ده وجبة غنية جدا جدا. أولا الرايب بيريح المعدة جدا جدا للأم، وبالتالي بيريح المعدة جدا جدا بالنسبة للطفل. لأن لو الأم واكلة حاجة أو شرب حاجة عملها تعب في المعدة أو عملها استثارة للقولون، هتلاقي أوتوماتيك الغازات دي انتقلت عن طريق لبن الأم للطفل، فتلاقي الطفل نفسه معدته مش مريحة، معدته حاسس إن هو فيها انتفاخات أو غازات، وتلاقيه بيسأل ليه. معانا أستاذ كريم على التليفون، اهلا وسهلا بيك استاذ كريم، اتفضل. الو، اتفضل يا كريم. نعم، اتفضل حبيبي، انت على الهوا، سؤالك. حضرتك، انا عندي 15 سنه تمام، ووزني 79 كيلو. ده كتير قوي يا كريم. وطولي 160 164 تمام. عملت رجيم قبل كده ولا دي اول مره؟ عملت رجيم، انا كنت كويس. 84 كيلو. وخسيت لي 79 ولا خسيت اقل من كده؟ خسيت لي 78. كويس، سؤالك فين يا كريم؟ انا كنت بلعب في الجيم وكده، فكنت لما بروح الجيم وبرجع بكون جعان قوي. تمام، وانت كنت بتلعب انت كنت بتلعب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طيب انت كنت بتلعب الجيم بعد الوجبه بقد ايه او قبل الوجبه؟ لا انا ما كنتش بروح واكل، كنت برجع يعني اكل الاكل ترجع. لا بتبقى فطران ولا اي حاجه خالص؟ أه؟ ما بتبقاش فطران او متغدي او واكل خالص؟ ما كنتش واكل. طيب انت كنت بتلعب في انهي وقت في اليوم؟ الصبح ولا الظهر ولا بالليل؟ لا على العصر. على العصر. في اسئله تانية عندك غير الاكل مع الجيم؟ لا، عشان انا برضه كسبت الرجيم ومش عارف اعمل ايه برضه.
ورجعت تاني لل 84 يا كريم ولا لسه على 78 او 79؟ طب الحمد لله. في اسئله تاني عندك؟ لا شكرا. طيب ارد عليك حالا. طبعا سؤال كريم جميل جدا بيدور في دماغ ناس كتيره قوي، بيبقى بتسال انا العب رياضه امتى؟ طب العب رياضه بعد ما اكل ولا العب رياضه قبل ما اكل؟ طب ما انا لو كلت ولعبت رياضه هيحصل لي عسر هضم. طب ما انا لو لعبت رياضه وبرجع بعد الرياضه او بعد الجيم جعان جدا جدا، فلو خدت الوجبه الاساسيه بتاعتي هلاقي نفسي عايز اكل تاني فبوظ الرجيم. طيب احنا نقدر نحط الرياضه حسب حاله الشخص نفسه، يعني لو واحد او واحده بيشتغلوا غير لو واحد او واحده ما بيشتغلوش. طبعا اللي بيشتغل لو قدر قبل ما يروح شغله ويبتدي يروح الجيم او يلعب الرياضه قبل الشغل، واعتقد ده ممكن يكون على حياتنا صعب شويه عشان يومنا طويل، فبنخلي الرياضه دي في الفتره المسائيه. ولو واحد ما بيشتغلش يقدر يعمل الرياضه في الفتره الصباحيه، برغم ان دايما بناكد ان الرياضه كل ما كانت الصبح كل ما كان معدل الحرق افضل وكل ما كان الواحد بيخس افضل. احسن وقت للرياضه زي ما قلنا الصبح، والرياضه المفروض تتعمل لو انا مثلا فتران الساعه 9 او الساعه 10 ابتدي العب رياضه الساعه 11 او الساعه 12، يعني من بعد الاكل بساعتين، عشان كذا حاجه. اولا عشان لازم اكون فطرت ولعبت بعدها بساعتين عشان ما يحصليش هبوط وانا بتمرن. اللي بيلعب جيم وهو او بيلعب رياضه وهو مش واكل خالص ده مش صح، حتى لو هو حاسس ان هو كويس، لان مره في مره ممكن يحصل دروب وهو بيلعب، هيحصل هبوط في الدوره الدمويه، هيحصل هبوط في مستوى السكر في الدم، وطبعا بتختلف من شخص لشخص ومن حاله صحيه لحاله صحيه. فيفضل ان احنا نفطر ونلعب او ناخد الوجبه الاساسيه بتاع الفطار ونلعب بعدها رياضه بساعه او ساعتين او 3 ساعات. كمان مهم ان احنا قبل الرياضه على طول اخد ثمره فاكهه، ويكون كمان النشويات فيها مركبه شويه زي مثلا التفاح. التفاح هيديني احساس بالطاقه، هيديني كميه كافيه من السكريات، هيديني احساس بالشبع وان انا اقدر اتمرن بصوره كويسه. ابقى خدت الوجبه الاساسيه قبل التمرين بساعتين، وقبل التمرين على طول خدت ثمره الفاكهه اللي قلنا عليها. بعد التمرين على طول لازم اخد، طبعا لازم وانا بتمرن اشرب ميه بس قليل مش كميات كبيره، يعني يبقى معايا ازازه كده وانا بتمرن كل شويه اخد بق في بق في بق حسب مده التمرين بتاعتي، نص ساعه او ساعه او اكتر حسب البرنامج الرياضي المتكرر. بعد الرياضه على طول يفضل ان انا اخد كوبايه عصير فريش بدون سكر، بدون ما تكون عصاير معلبه، لان الناس بتقول بتفتكر ان العصير ده اللي هو العصاير المعلبه، انا قصدي فريش يعني حاجه معصوره عشان يعوض الجسم الاملاح المعدنيه اللي هو فقدها في فتره التمرين. هناخد التليفون ده وبعد كده نرجع نربط الرجيم بالرياضه ومواعيده. استاذه نهى اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازيك؟ اتفضلي يا فندم، اهلا وسهلا. انا يا دكتور كنت عايز افسر عن حاجه. تحت امرك. انا حامل دلوقتي داخله على الشهر الثالث. ربنا يقويك بالسلامه. ربنا يخليك. واول ما حملت كنت 66 كيلو. تمام. ودلوقتي يعني باجي اشوف الميزان لقيت نفسي 68. 68 يعني زدنا 2 كيلو في اول 3 شهور من الحمل. وانا لسه ما خلصتش الثالث. كويس. طيب يا دكتور انا مش عارفه الزياده دي زادت في ايه، وانا اكلي بسيط زي ما هو. لقيت نفسي زدت 2 كيلو كده على طول. طيب بسيط في الكميات ولا الكميات والاصناف؟ طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال، بس هرد على الحالتين. طبعا بالنسبة لحضرتك ان انت تزيدي 2 كيلو في اول 3 شهور ده الى حد كبير معدل مقبول، ما يعتبرش زيادة. هو المفروض ان يكون من كيلو لاثنين، فمعدل يعتبر كويس جدا جدا. المهم ان احنا نحافظ على بقية الست شهور اللي باقيين او الخمس شهور اللي باقيين في الحمل، ان احنا نزيد الزيادة الطبيعية اللي هي بنقول من 6 لغاية 12 كيلو، بتختلف حسب الست نفسها سنها قد ايه، بتختلف حسب هي كان وزنها كام اساسا قبل الحمل وترتيب الحمل ده، الحمل الاول او الثاني. فنقدر نقول ان الرينج من 6 ل 12 كيلو. طبعا الزياده الاكثر بتبقى من بعد الشهر الرابع او الخامس، تلاقي معدلات الزياده بقت اكثر في الاسابيع، ودايما بنبقى متابعين غير مع دكتور التغذيه لو حد بيشتكي من زياده في الوزن في فتره الحمل، دكتور النساء اللي بيقول لنا هل الزياده دي في نسبه الدهون ولا الزياده دي في وزن الطفل، وده طبعا بيبان عن طريق السونار والسونار ثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد. اسباب الزياده، انت ممكن تكوني بتاكلي كميات اكل قليله لكن من اصناف تتخن او اصناف فيها سعرات حراريه ودهون زياده، وممكن تكوني زدتي الزياده الطبيعيه اللي هي العاديه خالص خالص زي ما قلت اللي هي وزن البيبي وكمان السوائل اللي تبتدي تتكون. فما تقلقيش، انت يعتبر الرقم ده رقم كويس، المهم تحافظي على اللي جاي ان شاء الله. كنا بنتكلم على السؤال قبل مجموعه التليفونات على
الجيم والرياضه ومواعيده امتى، ووصلنا عند ان احنا بعد التمرين على طول لازم ناخد كوبايه عصير فريش عشان تعوض الجسم وكمان تدينا احساس بالطاقه. ممكن ابتدي اكل الوجبه الاساسيه او وجبه الغداء بعد التمرين بساعه او ساعه ونص. يعني انا مثلا لو خلصت التمرين بتاعي الساعه 2 او الساعه 3 ممكن على الساعه 4 ابتدي اخد الوجبه الرئيسيه. وبعدين نوع الوجبه اللي بتتاكل دي بتفرق، الرياضه دي بتتعمل للحرق لانقاص الوزن ولا لبناء العضلات، وترتيب كم مره في الاسبوع. لان لو تمرين البناء في العضلات او الرياضه لبناء العضلات المفروض في الايام اللي هي فيها الراحه بنعوض شويه بنشويات وبنعوض شويه بروتينات عشان نعمل عمليه ترميم للانسجه اللي حصل لها تهتك او تعبت شويه او حصل لها اجهاد في فتره التمرين. لكن لو انا بعمل نظام او رياضي لانقاص الوزن اقدر اتبع نظام الرجيم بتاعي، اخد الوجبه بتاعتي بعد التمرين بساعه واكمل بقيه وجباتي عادي على بقيه اليوم. معنا اتصال تليفوني تاني. ام احمد اهلا بيكي. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا فندم. انا مواعيد نومي مش مستقره. تمام. يعني انا بنام 8 واصحى الساعه 12 و1 بالليل. بتنامي 8 الصبح؟ الحاجه دي هل بتاثر على عدم الحرق؟ حضرتك بتنامي الساعه 8 الصبح؟ 8 بالليل 8 12 و1. اه وبعد كده تفضلي صاحيه من الساعه 1 بالليل لغايه تاني يوم الساعه 8 ولا بننام تاني؟ لا 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 ما بنامش، ممكن انام في وسط النهار ساعة او حاجة. تمام. 8 الحاجة التانية انا يعني اتعرضت لدكاترة كتير او رجيم بس ما حدش طلب مني التحاليل اللي هي ايه يعني معدل الحرق عندي. فممكن تقول لي حضرتك ايه التحاليل اللي ممكن اعملها عشان اعرف ايه معدل الحرق عندي؟ طيب حضرتك معدل الحرق بسبب مشكلة في الهرمونات قصدك، ولا معدل الحرق الاساسي اللي هو نسبة الدهون ونسبة المية؟ ولا لا ده ولا ده؟ ما بخسش. ما بتخسيش خالص. خالص. طب يعني حضرتك سنك قد ايه يا ام احمد؟ ماشي مع دكاتره كتير ما بخسش. سنك قد ايه يا ام احمد؟ مني اي تحاليل. سن حضرتك قد ايه؟ انا 61 سنه. 61 سنه، في حاجه مرضيه مزمنه بتشتكي منها ضغط او سكر؟ عندي سكر وضغط وعندي حساسيه في صدري. بتاخدي حاجه فيها كورتيزون لحساسيه الصدر؟ بخخاف بس لما بتيجي الازمه باخد ادويه حقن يعني او شرب. فيها كورتيزون طبعا. في كورتيزون طيب. طبعا. وزن حضرتك قد ايه يا ام احمد؟ انا 108. 108 وبتخسي لغايه كام اقصى حاجه ولا ما بتخسيش خالص؟ لا يعني ساعات اخس مثلا نص كيلو 400 جرام. ده في المره يعني ولا كل مره؟ يعني الاجمالي مثلا بقيتي 90 ولا اللي هو تبقي 102 103؟ لا انا كنت 110 بقيت 108. تمام. في حاجه اسئله ثانيه عند حضرتك؟ شكرا يا دكتور. العفو، تحت امرك. طبعا بالنسبه لقياس سرعه معدل الحرق او معدل الحرق اقل من الطبيعي بقد ايه، ده بيبقى في التقييم الاساسي عن طريق جهاز موجود في كل مراكز علاج السمنه اللي هو تحليل مكونات الجسم الانبادي، وكنا عملنا حلقه سابقه كامله عنه. بنعمل تحليل نسبه الميه، نسبه الدهون، معدل الحرق عشان نعرف هو اقل من الطبيعي بقد ايه، وهل الاقل من الطبيعي ده عادي نقدر نتعامل معاه بتنظيم الوجبات وبالرياضه، ولا رقم كبير جدا محتاجين ان احنا نعمل الجزء الثاني اللي هي تحليل الهرمونات. زي ما قلت في بدايه الحلقه بنعمل تحليل هرمونات الغده الدرقيه، بنعمل تحليل هرمون كورتيزول صباحا ومساء، بنعمل فاستنج انسولين، بنعمل مقاومه انسولين. ده جزء. الجزء الثاني يا ام احمد، حضرتك مريضه سكر، وكنا قلنا برضو في حلقه سابقه ان السكر ده مرض في الحرق، يعني ده مرض في الميتابوليزم. يعني من الطبيعي حضرتك لما تيجي تعملي رجيم، لو انا وانتي سننا قد بعض ومكونات جسمنا قد بعض وكل حاجه زي بعض بالظبط وبناكل زي بعض وحياتنا او اللايف ستايل زي بعض، زي مثلا موضوع النوم والصحيان اللي هنقوله، حضرتك كمريضه السكر بتخسي بمعدل اقل مني، لان مرض السكر هو مرض في الحرق، فبالتالي معدلات نزول الوزن بتكون قليله شويه. فدي يلزمها صبر بعد ما نطمن ان مفيش مشكله في الهرمونات اللي قلنا عليها. ده رقم واحد. رقم اتنين، السن يا ماما. حضرتك ربنا يديك الصحة والعمر 60 سنة، فبالتالي معدلات النزول قليلة. يعني نقدر نقول ان حضرتك لو بتخسي نص كيلو كل اسبوع بمعدل من 2 ل 3 كيلو في الشهر، ده يعتبر رقم مرضي جدا جدا، لان انا عندي حاجة اسمها معطيات تؤدي الى نتائج. انا عندي معطيات تؤدي الى نتائج. هنطلع فاصل وهنتكلم، هكمل الرد على اسئلتك وهنكمل موضوع حلقتنا الرجيم مع الرضاعة الطبيعية. استنونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه ورجعنا بعد الفاصل، وكان معانا اتصال من ام احمد وكنا بنتكلم على المعطيات والنتائج. المعطيات والنتائج مش بس تخص ام احمد، لا ده اي حد بيسمعنا دلوقتي. في حاجات بتبقى بتقابل الدكتور وبتقابل المريض بتخلي النتائج اقل من الاشخاص اللي ما عندهاش الحاجات دي. يعني مريض سكر،
مريض غدة درقية، حد عنده مشكلة في المفاصل فما بيتحركش كويس. المعطيات دي بتقلل من معدلات النزول، يعني كنا قلنا في حلقة سابقة ان معدل النزول الطبيعي من كيلو لاتنين في الاسبوع من بعد الاسبوع الاول، ففي ناس بتتخيل ان مادام ده المعدل الطبيعي يبقى اي حد هيخس بالمعدل ده. لا طبعا، في ناس بتخس بمعدل اقل او بمعدل اكتر حسب المعطيات التي تؤدي الى نتائج. فمريض السكر زي ما قلنا هو مرض في الحرق، فبالتالي معدل حرقه اقل. بالنسبه لك يا ام احمد ربنا يديك الصحه والعمر، السن فبالتالي معدل الحرق اقل. كمان التقييم السليم اللي قلنا المفروض ان هو يتعمل عن طريق الجهاز الان بادي وايه التحليل المطلوبه. فبالتالي لما تبقى المعطيات موجوده والمريض يكون عارفها كويس قوي قوي، عشان انا بقلق من الاحباط، انا كدكتور عدوي هو الاحباط في الرجيم، بتضايق لما بلاقي المريض اكون مفهمه اقول له انت هتلاقي معدل نزولك نص كيلو في الاسبوع او كيلو، ولما يجيب النص كيلو ده يبقى متضايق جدا، يقول طب ما هو الرجيم مش نافع وانا حاسس بحرمان، والجمله المشهوره يعني انا حارم نفسي كل ده عشان نص كيلو بس، ده النص كيلو ده مكسب كبير جدا جدا. فاي حد بيسمعنا لازم يبقى عارف هو في انهي فئه وهتخس قد ايه، وهل المعدلات اللي هتيجي كل اسبوع معدلات طبيعيه ولا اقل من الطبيعي عشان المعطيات والنتائج. نرجع لموضوع حلقتنا الاساسي اللي هو الرجيم مع الرضاعه الطبيعيه، وسؤال بيهم كل ام بقى بتسمعنا عايزه تعمل رجيم، انا اعمل رجيم امتى وانا برضع؟ تلاقي ناس بقى تقول ده انت تعمل الرجيم بعد سنتين بعد فتره الرضاعه كلها ما تخلص، وتلاقي واحده ثانيه بتقول لا احنا بمجرد ما البيبي يبتدي يمشي نقدر نعمل رجيم، وحد ثاني يقول لما البيبي يبتدي ياكل ست شهور بعد ست شهور نقدر ما دام خلاص البيبي هيبتدي ياكل فاعتماده على اللبن بيكون اقل فاقدر ان انا اعمل رجيم عادي، وحد يقول لا ده بمجرد من بعد ال 40 نقدر نبتدي، وحد يقول من بعد شهرين، وكل الكلام ده بنسمعه. بمنتهى البساطة هي مفيش ساعة محددة نقدر نقول ان الساعة 12 بعد شهرين من الولادة اقدر ابتدي رجيم، مش كده خالص، هو كل ده يعتبر صح. طب كل ده بيتحدد بقى بناء على ايه؟ على حالة الام نفسها، هي الام اللي قايمة من بعد الولادة ما عندهاش اي مشاكل واللبن كميته كويسة والبيبي الحمد لله بينمو بصورة كويسة والوزن طبيعي جدا جدا، زي الام اللي عندها فيه مشكلة في نمو ابنها وما بيزيدش بالزيادة الطبيعية، فلازم الام هنا تبقى هي عارفة ترجع لدكتور الاطفال الاول بعد فترة من الولادة تشوف الطفل بينمو بصورة طبيعية، الوزن بتاعه بيزيد عادي، طوله بيزيد عادي، هل في مشاكل في النمو بالنسبة للطفل ولا الأمور ماشية طبيعي؟ فنقدر نقول الريكومندد أو المرجح أو المرشح من بعد شهرين لبعد ست شهور حسب حالة الأم وحسب حالة الطفل، من بعد شهرين نقدر نبتدي لو الأمور كلها طبيعية. كمان اللي بيحدد لنا ده أكتر كمية اللبن نفسها، ما لو كمية اللبن اللي خارجة من الأم أساسا قليلة لما نيجي نعمل رجيم هيقل أكتر، فإحنا ممكن في الأول ندي نظام تغذية يزود لنا كمية اللبن وبعد كده نبتدي نقلل من الوزن، والنظام اللي نزل معانا في آخر حلقة النهاردة بيراعي الجزئيتين دول، إنه ما يأثرش على اللبن وفي نفس الوقت ينقص الوزن. معنا أستاذ أحمد، أهلا بيك. أستاذ أحمد اتفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اسال بس انا عندي 18 سنه. عندك كام؟ عندي 18 سنه. وزني 18 سنه. 18 ولا 13؟ 18. اتفضل. استاذنك توطي التلفزيون واسمعني من التليفون عشان صدى الصوت. اوكي حضرتك، انا عندي 18 سنه وزني تمام. 92 كيلو. ايوه. وطولي 179. كويس. عايز اسال على اللي هي التحاليل اللي انا عاملها عشان اعرف معدل الحرق وكده. تمام. في اسئله ثانيه عندك؟ عايز اسال بس حضرتك العياده او الرقم بتاع حضرتك. تمام، خليك معاهم على الكنترول هيدوا لك ارقام التليفونات والعناوين. اهلا بيك. طبعا زي ما قلنا في رد الاسئله اللي فاتت بنعمل تحليل مكونات الجسم عن طريق الان بادي عشان نعرف نسبه الميه والدهون ومعدل الحرق واقل من الطبيعي بقد ايه عشان نبتدي نحدد الخطه العلاجيه المناسبه لحضرتك، وحضرتك معاهم على الكنترول هيرد على كل استفساراتك. اهلا بيك. كنا بنقول ان الفتره المناسبه او الوقت المناسب ان الرجيم نقدر نبتدي فيه بالنسبه للام او الام اللي بترضع من بعد شهرين لغاية يزيد بالتدريج حسب حالة الطفل وحسب كمية اللبن زي ما قلنا، فما نقدرش نقول ان في وقت محدد عشان الامهات نفسها ما تحبطش، لان ممكن تلاقي الام اللي لسه والدة زادت لها 10-12 كيلو فترة الحمل وهي كان عندها 5-6 كيلو من قبل الحمل، ف
فبقى عندها 18 كيلو وعماله تفكر في الموضوع ده، انا عمال ازيد انا بزيد، طب انا هحل المشكله امتى؟ تلاقي الضغوط العصبيه نفسها والحاله النفسيه السيئه اللي اساسا في حاجه اسمها اكتئاب ما بعد الولاده، تلاقي الموضوع عامل ضغط شديد جدا جدا، فتلاقيها بتترجم ده في اكل زياده فبتزيد اكتر. فناخد الموضوع بمنتهى السلاسه وواحده واحده نبتدي نقدر نبتدي ونبتدي ننقص وزننا. كمان لازم نبقى عارفين شويه معلومات كده مهمه قوي قوي واحنا بنحط نظام التغذيه بالنسبه للام او بالنسبه في فتره الرضاعه او الرجيم مع الرضاعه، الاهتمام بالكالسيوم. ناس كتيره بتبص للموضوع ان ما دام بشرب كوبايه اللبن وباخد علبه الزبادي خلاص ما فيش مشكله، ده كده كميه كالسيوم كافيه جدا جدا. لا، احنا بالنسبه للام هنا خصوصا الام مع فتره الرضاعه احتياجها من الكالسيوم بيتضاعف، فنقدر نقول ان احنا بنزود كميه الكالسيوم للضعف. وكالسيوم جاي من منتجات الالبان يعني اللبن، الزبادي، الجبنه قليله الدسم، وطبعا في بعض الفواكه والخضروات فيها شويه نسبه كالسيوم، بس احنا بنحاول نركز على الكالسيوم اللي موجود في السوائل عشان يبقى عملنا كذا حاجه في كذا حاجة. اولا كميه السوائل بتزود معانا لبن الام. كمان الكالسيوم لما بينقص عن حد معين ده بيقلل من معدل الحرق، غير طبعا ان هو بيعمل هشاشه عظام. فيبقى انا عملت مشكله ان الكالسيوم قل، الام بقت معرضه لهشاشه عظام، كمان معدل الحرق قل، فتلاقي نسبه الزياده في الوزن بقت اسرع. ودي حاجه كتيره بنقابلها في العياده، وتلاقي الامهات مش عارفه، تقول لك انا اكلي هو هو وباخد برضو بشرب كوبايه اللبن وباخد علبه الزبادي بالليل، ولقيت ان عظمي ابتدى يوجعني، ابتديت ان انا كل شويه احس بوخم وان انا مش قادر اعمل اي حاجه، ولو وقفت شويه رجلي توجعني وايدي توجعني، لقيت ان الوزن ابتدى يزيد اكتر رغم ان خلاص يعني تلاقيها مثلا والده بقى لها 6 شهور وزادت الزياده الطبيعيه بتاعه الحمل، ومعدل الزياده في الوزن عمال يكتر، معدل الزياده في الوزن عمال يكتر. بنرجع ده لنسبه الكالسيوم. عشان كده من التحاليل المهمه اللي بتتعمل او كل ام تعملها وهي رايحه تعمل رجيم، تعمل تحليل صوره دم كامله، تعمل تحليل عشان تشوف نسبه الحديد في الدم قد ايه، عشان لو في انيميا حصلت من فتره الحمل او انها تكون معرضه ان يحصل انيميا مع الرضاعه، ده مهم جدا جدا انه يتعالج عشان ما يحصلش هبوط في الضغط وما يحصلش المشاكل المشهوره مع الانيميا زي الدوخه، زي الواحد مش قادر يعمل اي مجهود. كمان بيأثر معانا على معدلات الحرق لو نسبة الحديد أقل من الطبيعي، فإحنا مهم نطمن على الحديد ومهم كمان نطمن على الكالسيوم. كمان من ضمن الحاجات المهمة اللي المفروض الأم تخلي بالها منها وهي بتعمل نظام رجيم، إن نظام الرجيم ده شيء فردي جدا جدا جدا، زي ما أكدنا مليون مرة إن الأنظمة بتبقى مبنية على حسب الحالة الصحية، على حسب الحالة الجسمانية، على معدل الحرق، على معدل الزيادة، وعلى معدل كمية اللبن المفرزة. لازم نربط ما بين دي وما بين دي، لأن ممكن تكون كمية اللبن زي ما قلنا قبل الفاصل تكون قليلة، فدلوقتي لو كمية اللبن قليلة وكي جاية كمان الأم تعمل رجيم، تم اللبن هيقل أكتر، لازم أطمن أن كمية اللبن كافية وأنها مشبعة كمان للأم. من ضمن الغلطات اللي بتقع فيها الأمهات لما بتيجي تعمل رجيم، إنها بتستخدم بقى الشاي اللي بيقال عليه شاي رجيم. هناخد التليفون ده وهنرجع نتكلم على النقطة دي بالتفصيل. أستاذة سعاد أهلا بيكي. أهلا بيكي يا دكتور. من فضلك يا دكتور، أنا عندي 59 سنة ربنا ومريضة سكر وضغط، كمان في عندي عدم انتظام في رغبات القلب او حاجه تسمى فبرز انتراك الاتاكيكارديا، باخد لها ادويه. كويس. عايزه حاجه في مكملات الاغذيه تساعدني، بس ما تكونش باخد مع الدواء، بمعنى مثلا اللي كرانتين الكروميوم الحاجات دي بخاف اخدها، لربما تكون بتتداخل مع الادويه. هو اللي كرانتين لا ما بيتاخدش، الكروميوم ما فيش مشكله، بس انا عايز اعرف حضرتك بتاخدي ايه للسكر؟ لا باخد يعني باخد للسكر، باخد بيتا بلوكر للقلب، باخد انهبيتور للضغط. تمام، ده حضرتك مثقفه جدا ما شاء الله. طيب حضرتك وزنك كام مدام سعاد؟ انا وزني كان 88 نزلته 74. وطولك؟ مش بحاجه. وطولك؟ اخدت بس الكارنتين شهر وبعدين لما لقيت شوتنج في الضغط مره. ما هو اللي بقول لحضرتك الكارنتين لا، الكروميوم ممكن يتاخد. اوكي. تمام. في اي حاجه ثانيه صحيه بنشتكي منها؟ حضرتك هم دول، وعلى فكره الصبغه بتاعت الغثيث الكارديا مش سيكونس، يعني بتيجي فجاه وبتقعد مده حسب ما ان انا ستيبل مع الادويه. طب الحمد لله. بالنسبه يعني للرياضه عشان بس التاكي كارديا بحاول اضبطه. طيب بالنسبه للرياضه عشان التاكي كارديا، انت تقدري تعملي قد ايه من غير ما تحسي ان في زياده في ضربات القلب؟ لا رياضه خالص ما بعملش غير ما تقدري ولا حتى 10 دقائق مشي ولا 10 دقائق او ربع ساعه؟ لا مش عارفه، ما عنديش قله البال او يعني بالنسبه ان انا مشغوله وعندي احفاد وبتاع، ربنا يخليهم. الرياضه. طيب في اسئله ثانيه عند حضرتك؟ نص ساعه مثلا على اكثر كده الصبح. في اسئله ثانيه عند حضرتك؟ نعم. في اسئله ثاني؟
اهلا بيك يا فندم. طبعا زي ما اكدت ال كارنيتين لا، الكروميوم ممكن يتاخد، كمان ممكن الراسبري كيتون يتاخد، كمان ممكن الافريكان مانجو يتاخد مره او مرتين في اليوم حسب التركيزات لكل كبسوله. بالنسبه للرياضه انا عايز 10 دقائق بس في اليوم عشان تحسن معانا معدل الحرق زياده عن كده، عشان تنزلي بقيه الوزن اللي باقي عند حضرتك، بس تبقى ظروف المشي مريحه عشان ما يزيدش ضربات القلب، يعني ما نمشيش مثلا في جو حر قوي، ما نمشيش في دنيا زحمه وجو ملوث ومليان دخان، ممكن نمشي حتى جوه البيت، يعني لو ال 10 دقائق دي ما فيش مكان ان انت تقدري تمشي فيه ممكن تمشيها جوه البيت لو عندك طرقه او عندك مثلا حوالين ترابيزه، تمشي ال 10 دقائق او الربع ساعه دول ان شاء الله هتلاقي النتيجه اللي حضرتك عايزاها مع الكروميوم او الراسبري كيتون، لكن اللي كارنتين باكد ممنوع بالنسبه لحاله حضرتك تماما. من ضمن الحاجات اللي مهمه جدا جدا الام تبقى عارفاها في فتره الرضاعه او الرجيم مع الرضاعه، ان الرضاعه في حد ذاتها بتحسن من معدل الحرق، ان نقدر نقول ان من 200 ل 500 سعر حراري بيزيدوا كل يوم ان هم يتحرقوا مع فتره الرضاعه، بس مش معنى ان هي معدل الحرق بيزيد مع الرضاعه ان الام تسال انا سمعت ان الرضاعه بتزود معدل الحرق، طب انا بتخن ليه؟ ما هو انت بتزودي معدل الحرق بس لازم تكوني مخليه بالك من اكلك، يعني ما تعتمديش ان خلاص الرضاعه بتزود الحرق فانت تاكلي عادي واي حاجه في اي وقت وناكل مكرونات كتير وناكل مقليات كتير وهنقول ما هي كده كده الرضاعه بتزود الحرق، لان الناس بتربط ما بين ده وما بين ده، زي الرضاعه وزي الادويه. الناس تقول لك انا ما دام ما باخد دواء بيحسن من معدل الحرق يبقى خلاص براحتي بقى اكل زي ما انا عايز ما انا باخد الدواء، لا طبعا الرضاعه بتزود معدل الحرق والادويه بتزود معدل الحرق بس مع نظام تغذيه مناسب عشان استفيد بالحرق اللي زاد ده، مش هكون انا باكل 2000 كالوري ومعدل الحرق زاد بسبب الرضاعه 200 او 300 واقول خلاص ما انا هخس. كنا بنقول من ضمن الغلطات اللي بتقع فيها، لان طبعا استخدام الادويه ممنوع تماما، اي ادويه بتزود من معدل الحرق حتى لو مصادر طبيعيه ممنوعه للمرضعات 100%، مفيش حد ياخد اي دواء خالص، لان اي دواء هيمتص وهينزل في اللبن للبيبي فبالتالي هيزود معدل الحرق هو كمان وهنلاقي الطفل بيبتدي يخس، حتى لو المواد الطبيعيه زي ما كان سؤال اللي جاي لنا اخر سؤال ده وقلنا ان المواد دي طبيعيه ما تتعارضش لا مع ضغط ولا مع سكر ولا اي حاجه، لكن تتعارض مع رضاعه، لان اللي هتعمله في الام هتعمله كمان في الطفل، فبنبعد عن استخدام الادويه خالص. في بقى امهات تلاقيها بتتجه تقول لك لشاي الرجيم او الشاي اللي بيستخدم عشان انقاص الوزن، وزي ما قلنا في مليون حلقة قبل كده الشاي ده مجرد حاجة بتفقد المية والسوائل الموجودة في الجسم، بتخلي المريض اللي بيستخدمه أو الشخص اللي بيستخدمه يدخل تواليت كتير عشان يفضي معدته ويفضي جسمه، فالوزن بينزل لكن اللي بينزل ده من السوائل مش من الدهون خالص. ده مش بس كده، ده هيأثر كمان على الطفل، هيخليه يدخل في حالة إسهال مزمن حتى لو بيستخدم مرة أو مرتين في الأسبوع. عشان كده حتى لازم لو الام بتشتكي من امساك مزمن لاي سبب من الاسباب لازم تروح لدكتور جهاز هضمي وتبلغه بجزئيه ان هي بترضع عشان الملينات ما تاثرش على الطفل. هنطلع فاصل ونرجع نكمل نظام التغذيه السليم في فتره الرضاعه الطبيعيه. اهلا بيكم مره ثانيه ورجعنا بعد الفاصل، وكنا بنتكلم على موضوع الرجيم في فتره الرضاعه الطبيعيه للي ما كانش متابعنا من اول الحلقه. من ضمن الاسئله كمان اللي بتدور في دماغ اي ام، انا ابتدي العب رياضه امتى؟ خصوصا ما بعد الولاده القيصري. تلاقي الام قلقانه شويه، خايفه من ان الجرح لسه ما استقرش، خايفه ان ممكن كتير يعني بيبقى متخيلين ان مجرد لو عمل التمرينات او حاجه ممكن ده ياثر على حاله الجرح. برضو بقول ان الموضوع هنا فردي جدا جدا، بس طبعا ما افكرش في الرياضه قبل شهرين خالص من بعد الولاده سواء طبيعي او قيصري، بس طبعا حسب كل ام وحالتها، هل هي جسمانيا بقت كويسه؟ واحنا طبعا بنطمن ان هي هرمونيا استقرت من بعد الشهر الاول او اسف من بعد ال 40 يوم او من بعد شهرين من بدايه الولاده ان خلاص حاله الهرمونات مستقره، فاي حاجه هتتعمل هتديني النتيجه لان دي نقطه مهمه قوي، الهرمونات ما تبقاش مستقره من بعد الولاده على طول، بتقعد فتره. فالهرمونات زي ما كنا قلنا في حلقه سابقه لما بتكون مش مستقره وفي اضطرابات او تغيرات ممكن الرجيم او الرياضه اللي بتتعمل ما تديش نتيجه، بل على العكس تعمل لي مشكله. فبعد شهرين نقدر نبتدي ما فيش اي مشكله، بس طبعا بنرجع لدكتور النساء اللي عمل الولاده القيصري لو كانت الولاده قيصري عشان نطمئن تماما ان حاله الجرح كويسه ما فيش اي مشكله. طيب اطمنا ان الجرح كويس وما عندناش اي مشاكل، هل نعمل رياضه عنيفه؟ لا، برضو الرياضه تكون تدريجيه.
انا عارف ان كل ام من بعد فتره الحمل على طول الولاده غالبا ما بتبقاش طايقه نفسها، نتكلم بمنتهى الصراحه، بتبقى حاسه بلود زياده، طفل بيعيط طول الليل، سهر طول النوم، طول الصبح نوم، والام مش مستقره ومش عارفه اليوم ماشي ازاي، البطن زادت شويه زياده، خصوصا لو ولادات متكرره، ولاده ثانيه او ولاده ثالثه، وخصوصا لو الولادات دي قيصري شكل البطن مش حلو، فتلاقيها مستعجله جدا. لا، الرياضه زي ما كنا بنقول ان نظام الرجيم نفسه بالتدريج، لازم كمان الرياضه بالتدريج. كمان ما ننساش لما نيجي نشتغل على منطقة زي منطقة البطن اللي هي طبعا بتبقى زايدة من بعد الولادة، وخصوصا لو الولادة قيصري عشان العضلات بتبقى مشدودة فترة 9 شهور، وبعد كده بيحصل قطع مع الولادة القيصري عشان يطلعوا البيبي، فالعضلات بتبتدي تترهل، وزي ما كان لو كان في زيادة حصلة من قبل الجواز ومن قبل الحمل الولادة، أو زدنا في فترة الحمل زيادة جدا، الدهون بتحب تستخبى في العضلات المترهلة، فتلاقي منطقة البطن مترهلة أو واقعة لتحت، وتلاقي منظر مضايق الأم جدا. نعمل التمرينات لكل عضلات البطن، ما نهتمش بالعضلات العلوية وننسى العضلات السفلية، أو نهتم بالعضلات السفلية وننسى العضلات العلوية. لازم نشتغل على كل المجموعات العلوية والسفلية والجانبية كمان، علوية وسفلية، عشان نشد العضلات ونشد الجلد والترهل في المنطقة دي. طب فلنفرض أن مرحلة الدهون زيادة شوية أو مرحلة الترهل زيادة شوية، ممكن نبتدي نلجأ لوسائل مساعدة كجلسات التخسيس الموضعي أو تنسيق القوام. نقدر نعتبر أن الحالة دي حالة سمنة موضعية، حالة سمنة موضعية صريحة، خصوصا لو الوزن في رينج 70 لـ90، يبقى شكل الجسم غالبا مش هيبقى كله زايد، هتبقى هي منطقة البطن هي اللي زيادة، أو لو بقيت في أماكن تانية زيادة من قبل الحملة أساسا زي الجناب والأرداف، هتلاقي منطقة البطن زايدة أكتر. فنقدر نتعامل عن طريق جلسات تكسير الدهون عن طريق التجميد أو الكرايو شيب، اللي هو مش بس بينزل لنا مقاسات، لا ده كمان بيكسر وبيعمل تجميد للخلايا الدهنية على حجم جديد بيكون أصغر من الحجم الأولاني بنسبة 25 لـ30%، فبالتالي المقاسات اللي بتيجي دي ما بتروحش مننا. طبعا زي ما قلنا ان الجلسه بتتعمل مره كل 3 أسابيع او كل شهر، ممكن في خلال فترات الريست او الـ3 أسابيع دول نكون شغالين بجهاز الكافيتيشن الترا ساوند او الموجات الفوق صوتيه المكثفه، عشان نكمل تكسير في جدار الخليه الدهنيه ونعمل اذابه للدهون في المنطقه دي. كمان ممكن نشتغل على بالراديو فريكوانسي على شد الترهلات اللي في المنطقه دي، فيبقى احنا ماشيين في قصه الرجيم وفي نفس الوقت ماشيين في تنسيق القوام، عشان تبتدي الست او الام الجديده تتقبل وضعها وتبقى متحمسة، لأن معدلات النزول هتكون قليلة، فعلى الأقل لما الشكل يبتدي يتظبط تبقى مبسوطة وقادرة تكمل. دلوقتي جه ميعاد النظام بتاع الحلقة بتاعتنا، وهو طبعا نظام مناسب لموضوع الحلقة اللي هو الرجيم المناسب في فترة الرضاعة الطبيعية، والنظام نزل معانا هو على الشاشة. نظام طبعا زي ما كنا بنقول كل الأنظمة بتاعتنا مبنية على الهرم الغذائي، وده مناسب مع الرضاعة الطبيعية الوزن من 90 لـ110 كيلو. أنا يعتبر مدي رينج كبير شوية، بس برضو بأكد إن ده نظام عام، ممكن ينفع مع حد وحد لأ، لازم يتعمل تقييم كويس عشان نبتدي نستفيد بيه. الفطار كوباية لبن، ولبن مش شاي بلبن، لبن يتاخد لبن كامل عشان الفايدة اللي فيه كلها الأم تستفيد بيها والطفل يستفيد بيه. معاه نص رغيف خبز بلدي أو 2 توست من الرجيم، ويفضل اللي هو كامل الحبة، موجود طبعا في كل السوبر ماركت. معاه بيضة مسلوقة أو مقلية بمعلقة الزيت، بأكد إن احنا لينا معلقة زيت كل يوم، ومعاهم 6 معالق جبنة أو فول بمعلقة زيت زيتون أو زيت حار. لو خدت معلقة الزيت قليت بيها البيض ما خدهاش مع الفول والعكس طبعا، زائد خيار وخس وطماطم وجزر، ويعتبر أنا عامل ميكس ما بين كذا صنف عشان تشكيلة الفيتامينات اللي الأم محتاجاها والطفل محتاجها. وجبة خفيفة بعد الفطار بساعتين، ثمرة فاكهة أو لبن رايب أو زبادي أو كوباية عصير فواكه فريش. طبعا بنفضل العصائر الفريش مش العصائر المعلبه عشان المواد الحافظه ما تنتقلش برضو للبيبي عن طريق اللبن، وانا بفضل ثمرة الفاكهه او كوبايه العصير عشان خاطر ما يحصلش الهبوط اللي بيحصل او اللي الام بتحس بيه في فتره الرضاعه، بنعوض ده دايما بسكريات، بس في فرق ما بناخد سكريات من ثمرة فاكهه او عصير ومن احنا ناكلها من حاجه مسكره او حلويات. الغداء عندنا 3 أيام طبق سلطة خضراء، وابتديت بطبق السلطة ما كتبتوش في الآخر عشان أنا عايز أكل السلطة قبل الوجبة عشان تملى حجم من المعدة، فكمية الوجبة اللي بعد كده تكون مشبعة. معاه طبق متوسط خضروات مطهية نايف ني أو سوتي، أو ممكن يتعمل طاجن في الفرن، ومعاه 6 معالق رز أو مكرونة مسلوقة، وممكن نعمل ميكس مكرونة بالخضار أو رز معاه الخضار، بيبقى ظريف جدا ومشبع جدا. معاه 3 شريحة دجاج صدور اللي هي الفراخ الفيلي اللي بتستخدم في البانيه، بس بدل ما تتقلي ممكن تتعمل في الطاسة، وممكن نضيف عليها بعض التوابل زي الكاري مثلا بيحل من طعمها ويبقى حتى تغيير عن الفراخ المسلوقة أو المشوية.
او 2 قطعه لحمه احمر، ونفس الكلام ممكن نستخدم القطع اللحمه اللي هي بتاع البوفتيك برضو نعملها في الطاسه ببصله على نار هاديه، هيكون طعمها ظريف، وبرضو نبعد عن اللحمه المسلوقه او يعتبر تغيير شويه. عندنا يومين كمان 5 معالق مكرونه بالمشروم، مشبع جدا جدا، والمشروم بيستخدم بطرق لطيفه ويعتبر سورس اوف بروتين مع الفيتامينات طبعا. ومعاه 250 جرام كبده مشويه، واللي مش بيحب الكبده المشويه ممكن يعملها اسكندراني بمعلقه الزيت لو ما كنتش خدتها في الفطار، واللي مش عايز كبده خالص ممكن يبدلها بلحمه او فراخ زائد سلطه. يومين 250 جرام بطاطس مسلوقه او صينيه في الفرن زائد ربع فرخه. عندنا وجبة خفيفة تانية بتكون بعد الغداء بساعتين أو 3، كوباية عصير فاكهة فريش أو 2 ثمرة فاكهة أو 2 بسكوت دايت، للأمهات بيبقوا ميالين أكتر للسكريات فهتلاقيني مزود شوية نسبة السكريات عشان إحساس الهبوط اللي بيحسوا بيه، أو 10 حبات مكسرات غير محمصة، طبعا بتبقى الأفضلية للوز والعين الجمل. عندنا العشاء 4 أيام نص رغيف عيش بلدي أو برضو 2 توست رجيم أو اللي هو بالحبة الكاملة زائد قطعة جبنة قريش بالبقدونس، معاهم شرايح من الخيار والفلفل الأخضر، ومعاهم كوباية اللبن، وممكن أقسم مرحلة العشاء على مرحلتين. 3 أيام 2 كوباية زبادي زائد 2 ثمرة فاكهة زائد كوباية لبن. طبعا الملاحظات الأساسية بتاعتنا شرب 8 كوبايات من المية كل يوم، والمشي كل يوم نص ساعة. أتمنى أن نكون كلنا لحقنا نكتب نظام الرجيم، خصوصا للي عنده حد بيرضع مراته أو أخته أو بنته أو حد حابب يستفيد بالنظام ده، لأن هو نظام متوازن العناصر الغذائية في كل الاحتياجات اليومية للأم وللطفل، وبأكد للأم والطفل مش للأم بس ولا للطفل بس، عشان اللبن لازم يبقى مغذي، مش بس زي ما قلنا في أول الحلقة مش بس يكون كميته كبيرة، لا يكون كمان مليان بالعناصر الغذائية. شكرا ليكم، وأتمنى نكون جاوبنا على كل أسئلتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج العيادة.